السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم طلابي الأعزاء في مدرستنا الحبيبة في دار الثقافة الثانوية والوحدة التدريبية الرابعة، الوحدة الكتابية. كيف نستطيع أن نتعامل مع الكتابة الأدبية؟ تعلمنا في الدروس السابقة الوصف الأدبي بمختلف أنواعه، وإن شاء الله عز وجل اليوم سنكمل في الوحدة التدريبية. بسم الله الرحمن الرحيم، شعارنا دائما وأبدا سنبقى ذا أثر لكي نسعد ونسعد الآخرين من حولنا، وكما تعلمنا وكما تعودنا دائما وأبدا لابد أن نحدد الأهداف من هذا الفيديو. أولا، تقديم التغذية الراجعة على درس وصف الشخصية أو وصف الشخصيات، وهي أحد أنواع الوصف الأدبي. كذلك سنتطرق إلى الإبداع القرآني في وصف الحوادث بأكثر من زاوية. ثم سنقوم بوصف الحوادث، نحن محاكين هذا الأمر بشكل متميز وشكل دقيق وبشكل استقصائي. ثم سنتطرق إلى التدريبات الموجودة في الكتاب المدرسي، ونحاكي هذه التدريبات ونقوم بالأداءات والتكليفات لكي يتحسن بمشيئة الله عز وجل الأداء. ننطلق سريعا حتى لا ينسحب منا بساط الوقت نحو خطوات وصف الحادثة. نحن تعلمنا قبل ذلك لكي نصف حادثة ما في وصف الشخصية تكلمنا عن ثلاثة جوانب، هي الجانب الهيئة والشكل، والجانب النفسي، والجانب الوجداني. أما في وصف الحوادث فنحن نتكلم عن خمسة أسئلة هي التي يدور حولها محور وصف الحادثة. أولا، من، ثم ماذا، ثم كيف، ثم أين وقعت هذه الحادثة. معرفة الشخصيات، معرفة التفاصيل، معرفة الحالة النفسية التي ألمت بالحادثة، ثم الزمان والمكان، والأهم من كل ذلك أن يكون لدينا كافة المعلومات حول هذه الحادثة. ولكي نتعلم الطريقة الواحدة في وصف الحادثة هي تعتمد على قوة الملاحظة، تأمل الموصوف، التصوير الفني لكل ما يتعلق بالحادثة، سواء كان هذا التصوير يتبعه التسلسل المكاني الأبعد أو الأقرب أو العكس. كذلك ننتقل من العام إلى الخاص، كذلك الانتقال من التفصيلات الكبيرة إلى الجزئيات الصغيرة، كذلك التأثير والابتداء بالجزء المؤثر في أنفسنا. ثم نلتزم بالطريقة الواحدة في قوة الملاحظة والوصف أو تصوير الموصوف. عنوان درسنا كما أذكركم هو وصف الحادثة أو وصف الحوادث بشكل أدبي مميز ودقيق وبه استقصاء. ليس هناك أكثر مما ألم بنا في هذا الوقت والذي جعلنا أن أحدثكم من خلف الشاشات أو من المنزل كما تعلمون، ليس أدل من على وصف الحادثة التي ألمت بنا، وهي الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين ويحفظ بلاد المسلمين ويحفظ الناس جميعا من شر هذا الوباء العظيم. نتطرق إلى هذا الوصف الأدبي لما ألم بنا في هذه الأبيات. يقول واصفها: لا تصافح كل من لاقيته واحترز، فالأمر يدعو للقلق، ربما يكفيك أن تبدي له منك إحساسا به القلب نطق. ليس في هذا جفاء بعدما عم هذا الخطب والمحذور دق، واستعن بالله واعلم أنه يكشف البلوى إذا العبد صدق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ علينا أمننا وبلادنا وإسلامنا، وأن يكون لنا عونا وكاشفا لكل بلوى. ف
في وصف الحادثة أحبائي كما يظهر أمامكم على الشاشة، لابد أن تعلم أن كما لوصف الشخصية بعض العناصر أو بعض الأشياء أو بعض التقسيمات، كذلك لوصف الحادثة بعض الأشياء التي يجب أن تتعلمها وأن تتبعها خطوة بخطوة حتى يصبح لديك الإمكانية في وصف الحادثة بشكل دقيق. أولا الوصف الحسي، وله عدة عناصر، وهي الخمسة استفهامات التي تحدثت عنها من قبل: متى، تحديد زمان الحادثة، أيضا أين، المكان الذي وقعت فيه الحادثة، من، وهي معرفة الشخصية التي ألمت بها الحادثة، كذلك ماذا وكيف، وهي الأسئلة المطروحة والتي تعطينا قدرا كبيرا من التفصيل حول هذه الحادثة. كذلك العناصر هذه موجودة في المشاهد والشخصيات التي تعلمناها قبل ذلك، ولا يخلو وصف الحادثة من الوصف الوجداني، وهو الذي يبين مدى تأثر الواصف بهذه الحادثة بشكل عام أو بشكل خاص، مرتبا عناصره أثناء هذا الوصف الدقيق للحادثة. أيضا نتطرق إلى هذه الحادثة التي سنعلق عليها، وهي للأديب السعودي عبد الكريم الجهيمان، وهي من المذكرات، لكي تعلم أن المذكرات الأدبية قد تشمل نوع من أنواع الحوادث. طيب، في هذه المذكرة التي كتبها الأديب السعودي عبد الكريم الجهيمان، يتكلم عن إحدى الليالي والتي دب في نفسه الخوف، والتي خرج من البيت مسرعا، والذي استطاع فيها أن يعبر عما أصابه، وفي النهاية ينهي مذكرته بشكل أضحوكة وبشكل دعابة خفيفة، ما هو إلا إحدى الكلاب حفظكم الله التي أزعجته في وسط الليل، والتي ظن أن مكروها قد أصابه أو بسبب الحركة الشديدة التي سببها هذا الكلب الذي كان يتوشح بالسواد، والذي أصابه منه الذعر العظيم. لكن حينما صاغ الحادثة بشكل أدبي يجعلك تقرأها في تمعن وفي استمتاع، حتى تصل في النهاية إلى ما ألم بالأديب السعودي حفظه الله. طيب، نلاحظ الوصف الحسي في هذه الحادثة والتي يتحدث عنها الأديب. كيف ألاحظ الوصف الحسي؟ أتطرق إلى الخمسة أسئلة التي تعلمونها، وهي: متى وقعت هذه الحادثة؟ في ذات ليلة. أين مكان الحادثة؟ كان في الطابق الثالث في إحدى العمارات السكنية. من الشخصيات التي تطرقت إليها الحادثة؟ الأولاد، فتيات الحي، الكاتب نفسه، أعزكم الله الكلب الذي سبب له الذعر، كذلك المجريات التي جاءت في الحادثة كذكر الكاتب، استنجاده، عملية الإنقاذ التي تمت له، واجتماع أهل الحي حوله بعد صراخه في جوف الليل، كذلك المشاعر التي رواها في الحادثة، الرعب الشديد الذي أصابه، إسراعه نحو النافذة مستغيثا بمن حوله، الألفاظ التي أطلقها كقوله: أنقذوني أنقذوني إنه لص، حتى انتهى به الحال إلى أن بقي طوال الليل يفكر في هذا الأمر الذي ألم به. لدينا سؤال يقول: عد إلى المصحف الشريف وتخير إحدى الحوادث التي جاءت ثم لخصها بشكل وقدمها إلى معلمك. وأنا أنصحكم أحبائي أن تذهبوا مباشرة إلى سورة يوسف. حقيقة القرآن مليء جدا بكثير من الحوادث العظيمة، والتي يعني تعطيك شحنة إيمانية عظيمة إذا ما نظرت إلى هذا الكتاب العزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. لكن من أجمل الحوادث التي وصفها القرآن هي قصة سيدنا يوسف. أتمنى أن تذهبوا إلى قصة سيدنا يوسف فتقرؤوها وتحللوا فيها من حوادث، سواء المشاهد الوجدانية أو المشاهد الحسية أو الوصف أو الهيئة أو الشكل، بل تستطيع أن تجتمع في هذه القصة
جميع أشكال وأوصاف المشاهد الأدبية أو الوصف الأدبي، سواء كان شخصيات أو حوادث أو مشاهد. نتطرق بعد ذلك إلى كما تعلمون التلفزيون مليء بالحوادث المؤلمة التي يعرضها لنا ليلا ونهارا، خصوصا في هذه الأثناء وفي هذه الآونة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ البلاد والعباد. أمامك السؤال المطروح، وهو صف أحد أو إحدى الحوادث التي شاهدتها، وإحنا اخترنا حادثة بسيطة، وهي كيف المسلمون أو كيف الأطفال الصغار في بعض الأماكن قد يعذبوا وقد يهانوا وقد تطلق عليهم الرصاصات في شكل ليس فيه رحمة. واخترنا بعض الألفاظ البسيطة، كالأطفال التي تتأوه والتي تنظر إلى الأمل، وكالأجساد الصغيرة التي تخترقها الضربات ويعلو منها الصراخ. واخترنا كيف أن الأطفال أصبح الدم ينزف منها بشكل مأساوي وبشكل تقشعر له الأبدان. هذه إحدى المشاهد التي علقنا عليها لكي يتضح لك مفهوم الحوادث أو مفهوم وصف الحوادث. نتطرق إلى كتابة المذكرات الأدبية، ولكي تعلم أن المذكرات الأدبية ما هي إلا حوادث أو أحداث معينة. إذا ما نظرت إلى التعريف في المذكرات الأدبية فهي سجل لأهم الأحداث والمشاهدات التي عايشها الكاتب بنفسه معتمدا في كتابته على السرد التاريخي. هذا من باب العلم، أن تعلم أن المذكرات الأدبية ما هي إلا حوادث وأحداث ومشاهدات يعبر عنها الكاتب بأسلوب أدبي ممتع. ثم في النهاية أنطلق بك إلى من الذي يستطيع أن يكتب هذه المذكرات، من الذي يستطيع أن يكتب هذه، هم رجال الحكم والسياسة، العلماء والأدباء، الوجهاء، المربون، القضاة، المحابون، بعض الآباء والأمهات. ومن أراد أن يضيف شيئا إلى مثل هذه الأشياء فليضيفها. أخيرا أقول أن المذكرات الأدبية لها منافع كثيرة، منها سجل الأحداث التي يتعرض لها الكاتب، كذلك سجل تؤرخ الأحداث والتجارب والعلاقات، كذلك تبين لنا الحياة التي عايشها الكاتب. هذه باختصار النوافع التي أو المنافع التي تقدمها المذكرات الأدبية. إلى هنا نكون قد انتهينا من وصف الحوادث، وصف الحوادث. أتمنى بمشيئة الله عز وجل أن ألتقيكم في فيديو قادم بمشيئة الله عز وجل. دمتم في حفظ الله ورعايته وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.